مؤسسة أمنية مصر الخيرية للثقافة والفنون، خير، إنتاج، عطاء، تنمية. رؤيتنا إعداد جيل متميز علميا وثقافيا وأخلاقيا في ظل بيئة صالحة ومجتمع منتج. هدفنا تطوير الصم وضعاف السمع وتحويلهم إلى فئة منتجة متعلمة ومثقفة. ادعمنا بوقتك بجهدك وبالتبرع على 018-906 بنك مصر إيران أو فودافون كاش 010-2-333-8224 وكلمونا على الأرقام 011-450-3551 أو 010-2-333-8224. مؤسسة أمنية مصر الخيرية للثقافة والفنون. صوت العرب من القاهرة. بدون أدوية، معلومة طبية ووصفة صحية للأسرة العربية. روشتة مجانية لعيشة هنية. روشتة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. كل يوم معلومة جديدة وإضافة جديدة لحياتنا في شكل روشتة مجانية. روشتة بنقدمها لحضراتكم عشان نحمي نفسنا من أمراض كتير وعشان نقلل المضاعفات والمخاطر لو عندنا أي أمراض أو مشاكل صحية. حلقة مهمة برضو تانية، احنا كل الحلقات بنقول عليها مهمة وبتطلع فعلا مهمة، لان اللي معانا شخصية متميزة واستاذ متمكن من علمه، دكتور خالد سيف، استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد. ارتجاع المريء ده بتشوفه بنسبة كام بقى؟ اوه، مفيش حد في مصر ما عندوش اعراض لارتجاع المريء. تمام، طيب خلينا نقول بس في شوية كده كلمات سريعة عايزين نقولها. تمام، يعني حموضة. في ساعات ناس ما تعرفش تشتكي يعني حمض. وجود الحمض في مكان غير طبيعي، ان هو يبقى في المريء، المفروض الحمض ده يبقى في المعده، لو رجع على المريء يبقى ده بيسبب الم وحرقان كده في المريء، ده اسمه الحموضه. تمام، طيب هل كل واحد عنده ارتجاع مريء ممكن يجيله حموضه؟ لا، في بعض الناس ممكن يجيله التهاب في الاحبال الصوتيه وصوته يتغير، او يجيله ازمه مشابهه لازمه القلب ويجري على دكتور القلب ويطلع فيهوش حاجه ويبقى من الالم يعني. ارتجاع مريء، ما هو لا، هي غالبا بتاثر على الاحبال الصوتيه، ما توصلش لدرجه فوق كده. دي قصه ايه؟ يبقى الارتجاع، في ناس ما يعرفش يقول يعني ايه حموضه، ما بيحسش بالحرقان اللي بيقول عليه او الحمو زي ما بيقولوا. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، كلنا بلا استثناء عندنا اكلات معينه لو كلناها بيجي لنا حموضه. طب ده مش معناه عنده ارتجاع، انا مبطل الاكل يعني، ما اكل كشري بالشطه والدقه ويجي لي حموضه. العيب في الكشري. لما اتجنب الاكله دي مش هيجي لي حموضه، يبقى انا كده مش مريض. صح. انما مش هروح اخد دواء عشان اكل كشري، انما هو المريض المصري. واكل برضه الدهون اللي مليانه حاجات مقليات في الزيت، طعميه دي اشهر حاجه طبعا، والبتنجان والكشري والكبده، الكبده بالذات والاسكندراني وبتاع الزيت. يا رب ده اسكندراني دي. أيوة. شغلانه بالظبط كده. وبرده الحاجات اللي هي السمينه زي حلاوه بالقشطه والحاجات دي بتعمل حموضه، بالذات لو ده عشا بالليل بقى. انت لما بتنام واكل عشا تقيل لازم هيجي لك ارتجاع. تمام. فطبعا عاداتنا في الاكل السيئة ان احنا ننام بعد الاكل على طول، واكلين اكل غامق او طبيخ بالليل، ده بيؤدي الى ان انت يبقى عندك ارتجاع. هل ده يبقى عيان؟ اكيد لا. يبقى مين العيان؟ العيان اللي هو ماشي على اكل صحي وبرضه بيجيله حموضه، يبقى هو ده اللي محتاج علاج. انما الحقيقه احنا هنا في مصر المريض المصري بيبقى عايز ياكل اللي عايزه، وما صدق لقى دواء ياخده وياكله اللي هو عايزه. وطبعا بعد الايرا بتاعه البي بي اي او اللي هي الادويه اللي ظهرت مؤخرا اللي هي بتقلل افراز الحمض بصوره كبيره، اصبحت دي متنفس للناس دي، ان هو يفضل ماشي عليها فترات طويله وياخدها براحته وياكل اللي هو عايزه. طبعا يعني انا لما اكون اكل اكل صحي ومش محتاج دواء احسن بكتير من اكل اكل ملخبط ومحتاج الدواء. وفي برضو قوانين على الادويه البي بي اي زي ما حضرتك بتقول كده، في على ليها علاقه بالهشاشه، مش عارف في كلام. طبعا على السن الكبير ليه علاقه بالهشاشه، بس في ناس بيبقوا مضطرين ياخدوها، يعني اللي بياخد ادويه عظم او ادويه روماتيزم او عنده الام روماتيزميه بيبقى مضطر ان ياخدها عشان الادويه اللي هو بياخدها. تمام، بس اقصد يعني مش سيف بصفه عامه، لو قدرت تظبط نفسك سيف بصفه عامه. وكل ما الواحد يقلل استخدامه للادويه طبعا يكون افضل. طبعا. فالمثل اللي قال افطر كالملوك واتغدى كالامراء وتعشى كالفقراء، ده مثل سليم، لان هو ده بيمنع ارتجاع المريء. الحاجه الثانيه، النوم على الظهر. انا ممكن احط مخده تحت المرتبه او تحت حتتين خشب تحت رجلين السرير من ناحيه الراس، فده يخلي مستوى المريء يبقى اعلى من المعده فما يحصلش ارتجاع. مش نايم بالظبط، يبقى انا مش بحط مخدات تحت راسي، لا انا برفع صدري، المستوى اعلى.
ما نامش غير بعد الاكل بساعتين على الاقل. كل الحاجات دي تمنع. طيب هل ارتجاع المريء ده معناه لازم يكون في فتق في الحجاب الحاجز؟ مش شرط. مش شرط. ممكن يبقى في فتق في الحجاب الحاجز وممكن ما يبقاش فيه. هل زياده الوزن تزود الارتجاع؟ تزود الارتجاع. هل واحد تخين ولابس حزام وقامت على بطنه ده هيزود الارتجاع؟ واحده ست لابسه كرسي هيزود الارتجاع. الحمل يزود الارتجاع. يبقى اي حاجه ترفع الضغط، الامساك المزمن والحزق يزود الارتجاع. يبقى احنا كل ما كان وزننا حلو ومتناسق، كل ما كان اكلنا صحي، 60% من عيل الارتجاع مش هيجونا العيادات وهنفلس. اذا كان الاكل الصحي بيجنبني ان انا اخد الدواء كل يوم، يبقى ناكل اكل صحي ولازم ناخده تحت استشاره الطبيب. انما اذا كنت انا عايز اكل اللي انا عايزه واخد الدواء، ده انت انسى بقى. خلاص بقى. طيب شاكرين جدا دكتور خالد سيف، استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد. شكرا. شكرا جزيلا دكتور. يا ريت نكون اضفنا لحضراتكم ولحياتكم طعم جديد، طعم متلون بالبهجه والعافيه والصحه. ولو عندكم اي اسئله او اقتراحات او معلومات، ابعتوها على صفحه روشيتا على الفيسبوك او تتصلوا برقم 011-0-820-24. روشيتا مجانيه لعيشه هنيه. روشيتا مع الدكتور وائل صفوت وسعديه حسين.